بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر ما قبل خاتمة أشواط صباحي هذا اليوم، ويعتبر أول أشواط الزمول المحليات الأصايل انطلاقات شعارات أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان، واستمرارية انطلاقة أشواط الإنتاج والمنتجين. مباشرة نبحر مع هذه الأسماء ومقدمة الشوط، نتابع المراكز الأولى، نبحر دائما مع الصدارة مع المقدمة قمة مسار هذا الشوط. أتابع المركز الأول مياس لسعيد بن سالم بثم العامري، من يقدم مياس على المركز الأول في أول الأسماء وأول الشعارات المنطلقة. المركز الثاني أتابع في ثاني المراكز أبابيل القادم لحمد بن سالم بن نصر العامري القادم مع أبابيل على المركز الثاني، والمركز الثالث يأتي زيزوم لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي على المركز الثالث، المركز الرابع يأتي مثير لسهيل بن سالم بن حمرور العامري، والمركز الخامس يأتينا النبأ في هذه اللحظات نبه لأحمد بن شاهين بن غلفان المزروعي، من يقدم نبه على المركز الخامس، والمركز السادس كفو لمحمد بن راشد بالحبالة الاشتبي القادم على المركز السادس في هذه اللحظات، والمركز السابع نتابع المركز السابع مبعد القادم أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي القادم شعار بن علقاه في هذه اللحظات على المركز السابع. ثامن المراكز شاهين لمحمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي على المركز الثامن، والمركز التاسع ياتينا هملول لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي القادم في هذه اللحظات على المركز التاسع، والمركز العاشر ياتي شاهين لمبارك بن خليفة بن زاهرة الخليل يقدم شاهين على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. ندانا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام أمام شاشات دبي ريسينجو على الهواء بثا مباشر، نتابع هذه الانطلاقات والتحديات على أرضية الميدان الذكي. في هذه اللحظة نغادر أول حزام في الثمانية كيلومترات والخمسة كيلومترات، كذلك نغادر في هذه اللحظات، نتابع نراقب المقدمة والصدارة. لا زال على المركز الأول مياس، على المركز الأول سعيد بن سالم بثم العامري، من يتقدم على المركز الأول يقدم مياس على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني بابل القادم بابل على المركز الثاني، حمد بن سالم بن نصرة العامري من يقدم بابل على المركز الثاني، وبن هواش قادم مع زيزوم ما شاء الله، سويب بن مبارك بن هواش الخيلي يتابع يراقب انطلاقاته وتحديات زيزوم على المركز الثالث. يا سلام صاحب انجازاته على أرضية هذا الميدان. والمركز الرابع المركز الرابع كفو مبارك بن راشد بالحبالة الاشتبي قادم على المركز
الرابع في هذه اللحظات والانطلاقات. المركز الخامس نبه القادم احمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، قادم المزروعي وشعاره يقدم نبه في هذه الانطلاقات والتحديات على المركز، على المركز وانطلاقة المركز الخامس. المركز السادس مبعد سعيد احمد بن سعيد بن سعيد المزروعي القادم على المركز السادس. والمركز السابع اول ندى لزعفران حميد بن معيوب بن سالم الدرعي قادم في هذه اللحظات يقدم انطلاقة زعفران القادم وشاهين محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي على المركز الثامن. والمركز التاسع وتابع المركز التاسع الوصول من مثير سهيل بن سالم بن حمرور العامري. والمركز العاشر مبهر سعيد بن غدير بن حمد العويسي القادم مع مبهر على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء والشعارات. أول انطلاقات الزمول المحليات الأصايل في فئة الإنتاج والمنتجين. من سيحظى بهذا الشوط؟ من سيغادر بأول أشواط الزمول الإنتاج المحليات الأصايل؟ الصدارة والانطلاق لا زال على المركز الأول، مياس على المركز الأول، سعيد بن سالم بوذهم العامري ينطلق على المركز الأول مؤكدا حضور مياس على المركز الأول. كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات المتبقية عن خط النهاية. المركز الثاني يتابع على ثاني المراكز أبابيل القادم، أبابيل حمد بن سالم بن نصرة العامري القادم مع أبابيل على المركز الثاني. والمركز الثالث يأتينا في ثالث المراكز زيزوم القادم، زيزوم ينطلق زيزوم سيد بن مبارك بن هواش الخيلي والقادم بن معيوف الدرعي راعي بشارة قادم من الجانب الآخر. حميد بن معيوف بن سالم الدرعي ينطلق مع زعفران يبغي السلام إلى القطاع الجنوبي لأهل القوع. ما شاء الله مع هذه التحديات والانطلاقات نتابع نراقب من الواصل. مبارك بن راشد بالحبالة الكتبي يقدم كفو انطلاقاتي، كفو ونبه القادم احمد بن شاهين بن خلفان المزروعي القادم على المركز السادس. والمركز السابع ياتينا شاهين لمحمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي على المركز السابع والثامن. مبعد احمد بن سعيد بن سعيد المزروعي، والتاسع مثير للسيل بن سالم بن حمرون العامري، والعاشر لا زال مبهر لسعيد بن غدير بن حمد العويسي. اثنين كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهاية الى ناموس هذا الشوط. اول انطلاقات الزمول الانتاج، عودة الى الصدارة، الى فحول المستقبل، عودة الى المراكز الاولى. مياس على المركز الاول، سعيد بن سالم بثم العامري ينطلق على المركز الاول وعلى الصدارة. أبابيل القادم في هذه اللحظات مع حمد بن سالم بن نصرة العامري القادم مع أبابيل على المركز الثاني والثالث. زعفران لحمد حميد بن معيوب بن سالم الدرعي القادم على المركز الثالث والرابع. كفو مبارك بن راشد بالحبالة الاشتبي قادم على المركز الرابع. والخامس شاهين
محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي، الخمس المراكز على الصدارة والمقدمة. نتابع نراقب الأسماء القادمة، الخمس المراكز. المركز السادس نبه لأحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، والقادم هملول عامر بن محمد بن عبيد المزروعي كذلك قادم، وبن هواش وزيزون سيد بن مبارك بن هواش الخيلي، ومشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي أول ندى لهذا الشعار، وشاهين على المركز العاشر مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيلي. الكيل الأخير ما تبقى عن خط النهاية، بوثم العامري راعي مياس، راعي مياس على المركز الأول وعلى الصدارة، يقدم مياس على المركز الأول والمقدمة ما شاء الله سعيد بن سالم بوثم العامري. ولكن شوف كفو قادم، كفو مبارك بن راشد بالحبال الاجتبي قادم مع كفو، بدأ يتسلل كفو على المركز الأول. من القادم؟ شاهين محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي قادم على المركز الثاني المحرمي ما شاء الله. التحديات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، عودة مع الصدارة، كفو على المركز الأول، كفو وشاهين للمحرمي وبالحبالة الاجتبي. ولكن اللحظة الأخيرة يبتسم هنا، هنا خط النهاية مع شاهين، مع شاهين في اللحظات الأخيرة للمحرمي صاحب أول أشواط الزمول المحليات الأصايل الإنتاج، هو الإنتاج فاخر مع هذه الانطلاقة. سلام عين، سلام سلام لمحرمي راعي شاهين، تسلم على هذا الضمر يا ابو عوض محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي. المركز الثاني شعر بالحبال، المركز الثالث بالنظره، المركز الرابع مياس سعيد بن سالم بذم العامري، المركز الخامس وصل هملول لعامر بن محمد بن عبيد ابو عقر المزروعي. هكذا هي النتيجه. عودة مع التوقيت الزمني ولحظات، لحظات وصول شاهين تانين والناموس لمحمد بن عوض بن علي بن عبيد آل محرمي. سلامات على ما أظن إلى مدينة العين، تتجه من دانة الدنيا دبي. 12 دقيقة 57، 6 أجزاء من الثاني، تانين والناموس لك يا أبو عوض على هذا الفوز والانتصار. راعي شاهين محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي المركز الثاني، 12 دقيقة 59، 5 أجزاء من الثاني، كفو المبارك بن راشد بالحبالة الاكتبي. المركز الثالث نتابع، المركز الثالث وصول، المركز الثالث 13 دقيقة وجزئين من الثانية، أبابيل محمد بن سالم بن نصرة العامري تانينا والناموس للجميع.